العفة على المنكوبين والصبر لعائلاتهم. السيدة المديرة التنفيذية للمركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان للأرجنتين الصديقة فرناندا. Bienvenido y muchas gracias. السيد الوزير العدل، السيد رئيس النيابة العامة، السيدة نائبة المدير العام للمنظمة العمل الدولية للهجرة، السيد المندوب العام لإدارة المؤسسات السجنية والإدماج، السيد رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، السيد رئيس وسيط المملكة، زميلاتي وزملائي رؤساء المؤسسات الوطنية الحاضرة معنا، خاصة الإفريقية منها شبكاتها الإفريقية والائتلاف العالمي والتحالف العالمي لهذه الشبكات. السيدات والسادة السفراء، السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، الصديقات والأصدقاء، الحضور الكريم، أود أن أستهل كلمتي بالترحيب بكن وبكم جميعا باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية والمركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان بجمهورية الأرجنتين في منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان المنعقد على مدى يومين تمهيدا للمنتدى العالمي بالأرجنتين بوينوس آيرس، آملة أن تتمكنوا أثناء مقامكم من زيارة مدينة الرباط عاصمة الأنوار التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. نستقبل اليوم العديد من الشخصيات البارزة من آفاق مختلفة ودول عديدة، 50 دولة و300 مشارك، بتنوع مساراتنا والتقائية آفاق اشتغالنا نلتئم اليوم في هذا الملتقى الدولي الذي نريده نحن المنظمين خلوة للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بهدف تجديد التزامنا بقيمنا المشتركة في مواجهة التحولات السريعة التي يمر بها العالم. اليقظة الدائمة والمتواصلة عنوان التزامنا. سيدات والسادة، هذه اليقظة الدائمة والمتواصلة ضرورية وأساسية من أجل دراسة التحديات وتحديد الأولويات وإعمال الاستراتيجيات انطلاقاً من كونية حقوق الإنسان لخدمة المحلي والوطني. لا تفوتني الإشارة في هذه الجلسة الافتتاحية الاعتزاز نيابة عن جميع الحاضرين بعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا أولاً وأمريكا اللاتينية وفي أنحاء أخرى بالتزامهم ومبادرتهم من أجل فرض حقوق الإنسان كمرجعية ليومنا ولتدبيرنا اليومي. كما أود أن أوجه الشكر أيضاً لفريق العمل متعدد التخصصات على التفاني والاجتهاد والحرص على تفاصيل تنظيم هذا المنتدى الذي يأتي كما قلت قبل الدورة الثالثة. الإشادة بيسر وسلاسة التعاون بين المؤسستين المنظمتين. على هذا النحو استقر قرارنا المشترك واخترنا 3 محاور رئيسية للنقاش خلال هذا المنتدى الدولي: العدالة الانتقالية والذاكرة، الهجرة، والتغيرات المناخية. ليس فقط من نافل القول هنا يعتبر بتجربته الفريدة والقوية في كل واحد من هذه الميادين. لن أقف السيدات والسادة في كلمتي عند تجارب العدالة الانتقالية لكل دولة على حدة بما في ذلك تجربة بلدي، ولا عند الأهمية التي نوليها لمحور الذاكرة باعتبارها أولوية استراتيجية لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أحدث منذ ما يقارب 2 سنين وحدة خاصة بالحفاظ على الذاكرة والنهوض بالتاريخ بجميع روافده في سياق تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي إطار السعي المتواصل لتملك أمثل للديناميات وما أفرزه ماضي الانتهاكات سواء على المستوى الاقتصادي السياسي والاجتماعي والثقافي. الذاكرة تيمة جوهرية وأولوية كبرى. ليس من السهل أحياناً إيجاد كلمات لتحديد هوياتها
أو ماهياتها أو حصر مختلف حيتياتها، لأنها رمز تمتلكه شعوب وأمم بأكملها، موضوع معقد للغاية تتطلب مقاربته، إحاطة تامة بكافة تجلياته. كلنا أمل أن تنير النقاشاتنا في هذه خلال اليومين هذا الملتقى الدولي مساراتنا مقارباتنا انطلاقا من تجارب وخبرات كل فاعل من الفاعلين المشاركين في هذا المنتدى. علاوة على العدالة الانتقالية والذاكرة، لا يساورني أدنى شك بخصوص ثراء محتوى النقاش الذي سنخصصه لقضايا الهجرة والتغيرات المناخية وعمقه وغناه، وهما موضوعان ذوى راهنية كبرى وترابط وثيق، لا سيما على مستوى إفريقيا وأمريكا اللاتينية. لقد كان اختيار السيدات والسادة نقاش هذين التحديين الرئيسيين في مجال حقوق الإنسان هنا بمدينة الأنوار الرباط بهذا الحضور المتميز موفقاً بامتياز، ذلك أن الدول التي توصف بالديمقراطيات الناشئة في جعبتها دون مشك الكثير بشأن هذا النقاش، كما ظهر مجلياً خلال لقاءات إعداد الميثاق العالمي للهجرة أو خلال النقاشات المتشددة أحياناً للمصادقة على هذا الميثاق في مراكش سنة 2018. أود في هذا السياق التعبير عن انشغال من عدم مصادقة ولا دولة غربية واحدة على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم في الوقت الذي تخضع فيها بلداننا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية طواعية للاستعراض والتقييم الشامل من طرف المنظومة الدولية، وكأن لون بشرة معين أو معتقد ديني معين يملي كرامة إنسان أو يجعل صاحبه موضوع ظلم فطري متأصل. باسم مجموعة العمل المعنية بالهجرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية التي يترأسها المجلس الوطني، أغتنم هذه الفرصة من أجل التأكيد على زخم وتيرة عملنا المشترك ومبادرتنا داخل هذه المجموعة الإفريقية من أجل حماية المهاجرين والمهاجرات وأسرهم في حقهم في التنقل. وسنغتنم فرصة المنتدى لعقد اجتماعنا لهذه المجموعة. أود من جانب آخر أن أتقاسم معكن ومعكم شذرات أفكار بخصوص ما يجمعنا اليوم. فعلى الرغم من المسافة الجغرافية واختلاف اللغات والثقافات، فتاريخنا مشترك واحد، فنحن نشترك في كوننا مستعمرات سابقة مع كل التداعيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذه الفترات الأليمة التي نعرفها جميعاً. مساراتنا المتنوعة سيدات والسادة في مجال تعزيز سيادة القانون تتداخل ويغذي بعضها البعض، فالديمقراطيات الناشئة كما يصفها البعض تتقاسم الكثير من التجارب والممارسات، تتشابه في بنيتها من ماضي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ثم تجارب فريدة في مجال العدالة الانتقالية، فمساهمات متميزة في الاجتهادات الدولية في مجال جبر الأضرار، ضمان عدم التكرار، ثم دينامية وزخم منقطع للجمعيات الغير الحكومية لهذه الدول. الأكيد أنه من الصعب تحديد مدى نجاح كل واحدة من هذه التجارب وحجم الجهود التي يتعين القيام بها، غير أن هذا لا يمنع من القول إننا في المغرب كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى في مرحلة تنفيذ مفهوم المساءلة أو المسؤولية العرضانية، وهو المفهوم الذي يستعمل اليوم بشكل متصاعد، المفهوم الذي أثاره المفكر الأرجنتيني غييرمو أودنيل. أي إننا بعد مرحلة أولى من بناء المساطر ووضع الإجراءات والسياقات العامة من انتخابات حرة وشفافة ودستور ديمقراطي واستقلالية القضاء، انتقلنا إلى مرحلة البناء المؤسساتي ضمن شبكة فعالة لهذه المؤسسات
قادرة على التقييم، الإنذار والتدخل في حالة المس بحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين والمواطنات، أو عند وجود احتمال وقوع انتهاك أو مس من هذا القبيل. لنكون بذلك بصدد هذه الدول تدشين مرحلة جديدة من الإصلاحات تهدف إلى جعل الدولة حامية مدافعة عن الحقوق وحريات ومصالح مواطنيها، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، نقصد بها الفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا، خاصة النساء، الأطفال، المهاجرون واللاجئون. كان المجلس بذلك حريصا أشد الحرص على اعتماد مفهوم فعلية الحقوق، لا سيما الحق في الصحة، في التعليم، وفي الفضاء المدني. أولينا اهتماما خاصا بالقضايا المتعلقة بحقوق النساء والأطفال. أود في هذا السياق أن أشدد وأتمن قرار صاحب الجلالة بمراجعة قانون الأسرة للمرة الثانية في أقل من 20 سنة، شكل خطوة كبرى وتقدم جوهري غاية أهمية بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ما فتئ يواصل باستمرار وإصرار حملاته بشأن هذه القضايا المعقدة للغاية المتأصلة في تقاليد المجتمع المغربي، مهما كانت الضغوط الخارجية التي تمارس على المجتمع المغربي. أود أعبر لكم ولكنا عن حجم الفخر الذي يساورنا نحن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدول الجنوب، لأننا نجحنا بالفعل في قطع مسافات وأشواط عديدة بالرغم من مواجهات أقوى التحديات وأصعب التجارب وأقصى العقبات. ندرك جيدا تمام الإدراك حجم التحديات التي تنتظرنا في إعمال تلك المفهوم ديال المساءلة أو المسؤولية العرضانية. فمساهمتنا في وضع المعايير والقيم الكونية وتطويرها ليس طرفاً ولا صدفة عابرة، بل هي مسارات جديدة ومتجددة، مساراتنا نحو تكريس دولة الحق والقانون. لا يسعني السيدات والأسادة في هذا السياق سوى القول وبكل قوة وحزم أننا اخترنا الحوار في هذا التجمع، في هذه الخلوة ذات رمزية وقيمة معنوية عالية، في وقت تستخدم فيه بعض الديمقراطيات التي تصاف بالتقليدية حقوق الإنسان كسلاح في رهانات سياسية عابتة، حتى أنها تمس بجوهر وقيم الفعل الحقوقي الذي نعرفه وتعرفنا عليه وكبرنا على أساسه. الأكيد أن عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عمل لا نهاية له، فالأمر لا يرتبط بوظيفة أو منصب أو ولاية سياسية، بل هو اختيار وشغف وروح كونية. لقاؤنا اليوم في هذا المنتدى بالرباط ليس تعبيرا عن قناعة أو إيمان بحقوق كونية حقوق الإنسان فحسب، بل هو أولا وقبل كل شيء واجب تجاه بعضنا في كل أنحاء العالم، وإيمانا وثقة بمواطنينا الذين هم يعرفون دينامية متواصلة لإعمال هذه الحقوق. أختتم كلمتي بتوجيه الدعوة لكل المشاركين كمنظمين لهذا المنتدى من أجل توحيد أصواتنا بأمريكا اللاتينية وإفريقيا، من الرباط إلى بوينوس آيرس وما دونهما. دعونا نوحد أصواتنا في صوت واحد، صوت ضد التمييز، صوت للكرامة، وصوت للعدالة وللمساواة. شكرا لكم.